لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي جميل عفيفي. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني يا فندم، زيارة مهمة، كيف ترى دلالتها؟ هي طبعا زيارة مهمة في توقيت مهم جدا. احنا شايفين العالم كله متأثر بأحداث الحرب الروسية الأوكرانية، شايفين في إعادة ترتيبات العديد من الأمور الاقتصادية والأمور السياسية على مستوى العالم كله والأمور الاستراتيجية. فطبعا هذه الزيارة النهاردة هي زيارة مهمة، زيارة تؤكد على عمق العلاقات التاريخية والعلاقات الجيدة بين مصر والسودان. طبعا احنا من عام 2014 حتى وقتنا هذا الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى أهمية قصوى إلى العلاقات مع السودان، ومصر تقدم كل الدعم للدولة السودانية في كافة المجالات، المجالات الصحية، المجالات الاقتصادية، وأيضا محاولة العمل على الاستقرار داخل دولة السودان وعدم وجود أيادي خارجية أو دول خارجية تسعى إلى إثارة الفتنة أو إثارة البلبلة داخل السودان. تسعى الدولة المصرية دائما للوقوف بجانب السودان من أجل تحقيق الاستقرار، من أجل تحقيق التنمية الشاملة داخل الدولة، وهو ده اللي شاهدناه خلال الزيارات اللي بتتم خلال السنوات الماضية من عام 2014 حتى وقتنا هذا. وده ليه أهمية قصوى، السودان لها أهمية قصوى بالنسبة للدولة المصرية بما أنها العمق طبعا الاستراتيجي للدولة المصرية، وأيضا تربطنا علاقات، وهناك علاقات قوية وعلاقات متينة ووحدة في الآراء ووحدة في الأفكار، وهو ده اللي احنا شفناه في مباحثات سد النهضة والعمل الثنائي المشترك بين مصر والسودان من أجل تحقيق المكتسبات المصرية السودانية. يعني يا فندم، هناك الكثير من الملفات والقضايا الإقليمية التي يعد تنسيق مواقف البلدين بشأنها أمرا حيويا، وفي مقدمتها بالطبع ملف مياه النيل وملف سد النهضة، إضافة إلى ملف الأمن والاستقرار في حوض البحر الأحمر والقرن الإفريقي. كيف ترى أهمية تنسيق المواقف بين البلدين في تلك الملفات؟ هو طبعا ملف التنسيق طبعا بين مصر والسودان في ملف سد النهضة هو تنسيق مهم جدا، والتنسيق احنا شايفينه في الوقت الحالي هو من اجل المصلحة الوطنية بين الدولتين، ومن اجل الوصول الى حل و إطار بين مصر وبين السودان وأثيوبيا أيضا من أجل عدم الملء الأحادي، ومن أجل التنسيق بين الدول من للوصول إلى حل الحقوق المائية للدول الثلاثة. احنا شايفين ان في تنسيق مهم جدا، ومصر بتؤكد دائما على حق مصر والسودان في مياه النيل وحقها في عدم اتخاذ قرار احادي بين اتخاذ قرار احادي من اثيوبيا في الملء والتشغيل لسد النهضه. وهناك طبعا احنا شايفين التحركات المصريه والسودانيه على كافه الاصعده على مستوى العالم كله من اجل الوصول الى اتفاق ملزم لأثيوبيا. احنا شفنا ايضا هناك تنسيق قوي بين مصر والسودان من اجل امن البحر الاحمر، شفنا ايضا العلاقات العسكرية المستورة بين مصر والسودان في الوقت الحالي من خلال العمليات التدريبات العسكرية المشتركة اللي بتتم بين مصر والسودان. شفنا في تنسيق أمني وتنسيق عسكري بين البلدين لمواجهة التنظيمات والعناصر الإرهابية ومواجهة المحاولات نقل التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود إلى أي جزء من أجزاء السودان أو منطقة البحر الأحمر اللي بتؤثر بشكل كبير على الملاحة. لكن هناك التنسيق الأمني والتنسيق العسكري على أعلى مستوى بين البلدين من أجل تحقيق الاستقرار ومن أجل تحقيق التنمية أيضا، لأن الأمن لا ينفصل عن التنمية في أي دولة من الدول.
طب يا فندم، العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين شهدت تطورا كبيرا في ظل عضوية البلدين بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وبتجمع الكوميسا كمان. كيف يمكن البناء على ذلك التطور لنقل العلاقات بين البلدين لأفاق أرحب؟ هو بالطبع العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان علاقات مهمة جدا، وعمليات التبادل التجاري مهمة جدا، واحنا شايفين ان في تنمية كبيرة في هذا المجال من الطرفين من خلال عمليات التبادل التجاري التي تتم. وطبعا مصر والسودان في التجمع الكوميسا، كل ده بينمي من العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، بينمي من عمليات التبادل او بيزيد من عمليات التبادل التجاري بين البلدين. احنا في الوقت الحالي طبعا مصر والسودان في عمليات تبادل تجاري بينهم. مصر اعتقد انها بتساهم بشكل كبير في عمليات التنميه الشامله داخل الدوله السودانيه، بتسعى دائما الى تحقيق استقرار تحقيق نماء داخل القطاعات الكبرى من خلال عمليات التبادل التجاري، من خلال تنميه العلاقات الاقتصاديه بين البلدين. يعني يا فندم، بالحديث عن التبادل التجاري اللي حضرتك أشرت إليه، مصر والسودان يسعيان لتوطيد العلاقات التجارية فيما بينهما كما حضرتك أشرت، من خلال إنشاء مشروعات حيوية اقتصادية مشتركة في كافة القطاعات. في رأيك ما هي أبرز القطاعات التي تنتظر مستقبلا واعدا لتلك الشراكة؟ هو طبعا اهم القطاعات اللي هو قطاع، اعتقد انه قطاع الزراعه، لان احنا عارفين السودان بها مناطق زراعيه او اراضي زراعيه كبيره جدا تستطيع ان احنا نستفيد منها بشكل كبير جدا في عمليه العلاقات الثنائيه في مجال التبادل التجاري او عمليات رفع الكفاءه الاقتصاديه بين الدولتين. فمجال الزراعه ده مجال مهم جدا، مجال ايضا التبادل او الاهتمام بالعلاقه التجاريه في نهر النيل وايضا في البحر الاحمر. اعتقد ان كل ده هيكون ليه دور كبير جدا في تنميه العلاقات بين البلدين ورفع الكفاءه الاقتصاديه ورفع عمليات التبادل التجاري بين البلدين. طب يا فندم، الزيارة الخارجية الأولى للرئيس السيسي عقب إعادة انتخابه لولاية ثانية عام 2018 كانت من نصيب السودان، ماذا عكست تلك الخطوة ودلالتها على قوة العلاقات بين البلدين؟ هو طبعا تعكس هذه الزيارة طبعا أو عكست هذه الزيارة دور السودان ومصر في تحقيق الأمن والاستقرار، أن مصر تولي اهتماما كبيرا بالعلاقة مع دولة السودان، وأن دولة السودان الشقيق هي العمق الاستراتيجي ولا يمكن أن تنفصل عن الدولة المصرية، وأن الأمن القومي للسودان لا ينفصل عن الأمن القومي المصري بأي حال من الأحوال، هو عمق استراتيجي. استقرار السودان من استقرار الدولة المصرية، وأيضا استقرار الدولة المصرية من استقرار السودان، كل ده بيؤدي إلى تحقيق الاستقرار بين البلدين، تحقيق التنمية بين البلدين، وحدد العلاقة والمدينة بين مصر والسودان. الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي، كنت معنا، شكرا جزيلا لحضرتك.